يا كابتن سمير، كابتن سمير ازاي حضرتك؟ كابتن اخبارك عامل ايه؟ ايه؟ منورنا منورنا الحمد دايما يا كابتن سمير في الحقيقه بارائك لله، وتحليلك للجوانب التحكيميه بالتحديد. رؤيتك ان شاء الله لمباراه الغد بالتحديد فيما يخص الحكم الكاميروني اليوم نيانت، وهل شايف ان هو انسب حكم لمباراه افتتاحيه هتكون قويه جدا طبعا ما بين مصر وزيمبابوي؟ بص يا كابتن امير، انا بالنسبه للحكم الكاميروني اليوم، هو اسمه بالعربي علي نبس، تمام؟ فعلا. هو انا لعبت معاه قبل كده نهائي كاس العالم العسكري، كان معايا حكم رابع، هو من الحكام اللي كانوا في النخبه في سنه 2013 و2014، كان من ضمن الحكام المرشحين لكاس العالم، حكم هادي جدا، فنياته عاليه جدا، بالرغم انه كان عنده مباراه شهيره السنه دي، كانت في بطوله كاس افريقيا مع نادي الاسماعيلي، وكان فيها بعض الظروف ولم تستكمل المباراه، انما هو بس على الشخصي على الصعيد الفني حكم ممتاز، تحركاته رائعه، تحركاته رائعه، والكلام ده حضرتك والساده المشاهدين هيفتكروا الكلام اللي انا بقوله ده باذن الله بكره. وموهوب بصراحه، انا كنت متوقع ان هو ممكن يدير المباراه الافتتاح او فيكتور جوميز بتاع جنوب افريقيا. حكم مميز قوي برضه. طبعا، وكنت مستبعد تماما بكاري جسامه وباملك الحكم الاثيوبي. لا بكاري ما ينفعش يا كابتن محمود، بقى خلاص بقى بكاري ما ينفعش. شفت بعض الاراء يا كابتن امير كانوا بيطالبوا بيقولوا احنا متوقعين بكاري لا يمكن، وانا بقول لحضرتك من نفسيا بكاري. حتى يعني بكاري ولا هيحكم في البطوله دي اي مباراه لمصر ولا تونس ولا المغرب. طبعا بسبب الحاجات اللي احنا شفناها الفتره طبعا اللي فاتت. طبعا ان شاء الله علي بكره يعمل مباراه باذن الله كويسه تليق بمباراه الافتتاح. انت عارف حضرتك كابتن امير، اهم مباراه في البطوله هي مباراه الافتتاح، بتدي رساله لكل الفرق على مستوى التحكيم. طيب كابتن سمير، اتمنى التوفيق باذن الله. كابتن سمير، تتوقع مستوى التحكيم بشكل عام على مدار البطوله ممكن يكون شكله عامل ازاي، وخصوصا في ظل الانتقادات الكبيره اللي دايما بتوجه للتحكيم الافريقي خلال الفترات اللي فاتت، وفيما يتعلق بالتحديد ببطوله دوري ابطال افريقيا، هل تتوقع نجاحهم ان شاء الله في اداره المباريات في بطوله الامم الافريقيه؟ والله يا كابتن امير اتمنى نجاحهم، بس بصراحه انا يعني باللي انا شفته في المباراه النهائيه اللي فاتت، انا بصراحه مش متفائل خير قوي، بس باذن الله يبقوا على مستوى قد المسؤوليه، العالم كله بيتفرج عليهم، خاصه احنا فوجئنا ان تقنيه الفي ار هتطبق في الدور بعد الدور الثمانيه. ان شاء الله يعملوا ان شاء الله مباريات كويسه باذن الله. نصايحك في بعض الخامات العربيه، يعني انا بقول على التحكيم العربي في بطوله افريقيا هو اللي هينجح البطوله. بالظبط، اكيد التحكيم العربي اكيد تحكيم جيد، بالتالي عايز من حضرتك رساله للتحكيم المصري بالتحديد، وفيما يخص اكثر تحديدا الكابتن جهاد جريشه، وكان في كلام كتير جدا عنه ان كان مستبعد كمان بطوله، لكن عاد مؤخرا ان هو يشارك في البطوله دي كحكم، هل الكلام الكتير اللي كان حواليه ممكن ياثر عليه نفسيا وفنيا كمان؟ لازم يبقى دافع ايجابي جدا لجهاد. كويس. ان جهاد شاف ان مصر كلها، كل الاعلام، وانتم كنتوا سباقين البرنامج بتاع حضرتك ومعظم البرامج كانوا واقفين وقفه كويسه جدا طبعًا. مع جهاد دي تبقى المفروض باذن الله دافع ليه، هو وامين عمر ابراهيم نور الدين ومعهم تحسين ابو السادات ومحمود ابو الرجال واحمد حسام طه، وكنت اتمنى وجود برضو محمود البنا، بس طبعًا. الحاجات اللي انا ما اعرفهاش ليه استبعاد محمود البنا، بس ان شاء الله يعوض. ممكن تكون ايه الاسباب يا كابتن سمير في استبعاد محمود البنا من وجهه نظرك؟ والله يعني من الاسباب يعني حزينه شويه بصراحه، ان محمود كان من ضمن الحكام المرشحه واللي اتبعتت في القائمه الاولانيه ثم القائمه الثانيه، وبعد كده محمود من 3 ايام جري في اختبار اللياقه البدنيه ونجح، ومع ذلك تم استبعاده من القائمه، وطبعا دي كانت حاجه غريبه جدا بصراحه. فربنا يسهل يعني، ان شاء الله يبقى يجي له خير، المهم خلينا في الموجودين، ربنا يوفقهم ان شاء الله ويعملوا ان شاء الله بطوله كويسه جدا باذن الله. ان شاء الله يا كابتن سمير، انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا، وبشكر كمان كابتن محمد جمال ريشه الحكم الدولي ايضا.